اكل زيه. ايه اللي جابك؟ انا مش عارف ما تجيش. ما قدرتش. انا عارفه معاذ زكي عندك قد ايه. هو فين؟ في العمليات. وانت هتفضل واقف كده مستنيه لغايه لما يخرج ولا ايه؟ اه لو مسكت الواد اللي ضربه بايدي هفعصه. الحمد لله، بس هيحتاج علاج 21 يوم. عن اذنكم. الحمد لله، اطمنا عليه. ان شاء الله بقى نروح البيت عشان نرتاح. باين عليها ليله مش هتعدي. انا مش فاهمه كان مستخبي لي ده فين بس يا ربي. اتفضل. يا سلام. ايه هتصورني؟ ما تخش. انا مش فاهمه بقى. ان شاء الله انت هتنام فين وانا هنام فين؟ على السرير. وحياه امك. بقول لك ايه، الكنبه اللي انت واقف جنبها دي اترزق فيها لغايه الصبح، ومن النجمه توريني عرض كتافك. سامعني ولا لا؟ مش ناقص انا مصايب. حاجه تقرف. Thank you.